صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين؟ كي درتو مع شي برد؟ اليوم ان شاء الله غادي نديرو روتين ديال روتين النهار، ودخل فيه روتين الحمام ان شاء الله. شنو غندير معانا الحمام؟ شنو طحنت؟ شنو صايبت من اعشاب اللي عندي معايا الحمام؟ اول حاجه ان شاء الله هي الفطور. غندير غير قهيوه وريحانه، كاين غنوه وريحانه، غندير غير الجهد انا وياها. فايت هنا حبيبه، ردها تفيض ونصيب وندير شي شويه المسمن يسخن. شايط ليا هاد البريكه ديما مضره ليا، واحد شويه المسمن هنا في الفران يسخن. هاد المسمن صيبته البارح في الليل وخليت منه باش نفطر انا وريحانه. خليه يسخن دابا على ما يفيد الحليب، ونرجع ان شاء الله نصيبو قهوه باش نهضر لكم على القهوه نيت. على ما يفيد الحليب ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما سخنت المسمن حطيت هنا واحد الطريف ديال باريزيان، حيت الجمعه مثلا تنعجنش الخبز، كنديرو كسكوت هكا مسمن ولا حرشه ولا جنة. واحد الباريزيان الفطور، ندير قهوه هنايا، ندير غير جهد كويس حيت غنشرب غير انا. ريحانه غندير لها حليب في الشكلاط. بالنسبه للقهوه كما قلت لكم، واحد الاخت كتبت لي البارح قالت لي رانا درت القهوه والحليب في ديك الكوكوط تاع القهوه الصغيره، قالت لي حفظ الله طرطقات ليها، قالت لي حفظ الله ما وقعت شي كارثه. انا داك النهار قلتها شحال من خطره هذيك الكوكوط درت فيها القهوه، انا راه هي خاصه بالحليب والقهوه، وهذيك العاديه راه ما يمكنش ديروا فيها الحليب والقهوه، لان الحليب تقيل على الماء وكيدير الفراره كيسد دوك العوينات ديال القهوه، داكشي علاش كترطق. ما باقينش ديرو فيها، انا حيدتها كاع ودرت غير هادي. هادي راه مزيانه للقهوه كاع احسن. ماما غتعصر لي القهوه ان شاء الله ونقاد فطوري، نصاوب الريحانه شي شويه ديال ندير لها واحد شويه الشكلاط. شويه سنيده، هذا هو الفطور، ها هو الجد. صافي هذا هو فطورنا، قهوة مع مسمنات مع شوية الباريزيان. ان شاء الله نفطر، وجبت اللحم من الثلاجة باش ندير الغدا، ومنقية اللوبيا من البارح في الليل، ونتلاقى معكم باش نكملوا ان شاء الله الروتين ديال النهار كله. شفت على العجينة، درت العجينة تعجن الصراحة، درتها في العجانة، ما درتهاش في ما عجنتش القصريه حيت غادي الحمام. ما نقولش لكم ايدي كيضروني. غادي ندير شويه الزيت، واحد نص كاس تاع الزيت، هذا راه مخلط ما بين زيت العود وزيت العاديه، وغندير شويه الملحه هنا، وغادي نردو يتقلى فوق البوطه شويه اللحم وبصيله. ان شاء الله اليوم مخضره باللوبيا، واللوبيا راه درتها تغلى، غير طلع فيها الغليه ونصفيها. كنتمنى تكون هذه الطريقه اللي كديروا سانسوما. ماما هذه هي الطريقه اللي شتي انا امي كديرها، كطلع غليه في اللوبيا وكتصفيها وكتنصب بها طاجين. انا غادي نرد هذا الطويجين يتقلى ونكمل عجينتي ونرجع معكم باش نغسل الماعه ان شاء الله ونكمل شغل الدار. بالنسبه لهاد القرعه، كان هاد القرعه جوج اللي خديت، كانت سولتني شي اخت وانا كان فيا النعاس، قلت لها مرجان. انا ما ختمش مرجان، خصهم من كارفور ب 30 درهم الوحده، ماما استسمح على الغلط. العجينه عجنتها ودرتها تخمر. اليوم راه بغاو الخبز ديال الزنقه، قال لك زعما خبز الزنقه هو اللي فيه غير الفينو والفورز كيعجبهم، ما بغاوش الخبز فيه القمح. قلنا واخا نديرو لهم هذه المره، ما تيبغوش هي خبز فيه القمح، تيبغوا داك اللي فيه الفورز والفينو هو اللي كيبغيو. هنا هاللوبيا طلعت فيها غير غليه، صافي نخليها تسقطر وناخد شنو غندير ان شاء الله مع الحنه. خديت هنا الورد، حنت الورد ودوزتو في الغربال تنيلو، وخديت هنايا البابونج، ها هو البابونج هو هذا حتى هو دوزتو في الغربال ديال النيلو، وخديت هنايا الخزامه زوينه، الخزامه حتى هي حتى هي دوزتها في الغربال تنيلو، وخديت الحنه طحنتها هي. هادشي درتو البارح في الليل باش ما يضيعش لكم الوقت. المهم هادشي غنخلطو وغنطلي، غندير لهم شعرهم بجوج، حتى الدريه الصغيره غنديرها لها حيت ما فيش الخل ديال التفاح. هما هادي راه دور كانوا يديروا لنا والدينا بكري، كان الشعر على مزيناتو حسن ما يدير لواحد الصباغه. هو البابونج راه كيفتح اللون الشعر زوين بزاف،
نخلطوه بشويه الماء دافي، ما ديروش الماء سخون، الماء بارد، باش ما يديرش تبوريشه في الراس، بالاخص دابا كاين البرد، الا درناه بالماء بارد غادي النهار كله يبقى وقف فوق البرد. وغنخلي شويه الحنه باش ندا معايا الحمام، نوريكم واحد الخلطه زوينه كدار في الحمام. كانت كاتهي الاخت ناعمه من عندها قناه، دابا نقول لكم القناه تاعها. صافي انا غادي نسخن ميها ونرجع نخلط معكم هاد الحنه. ها هو بغيت نوريكم غير اللوي اللي تيخرج بداك البابونج وداك الخل التفاح والحنه. دابا انا خل التفاح ما بقاش عندي، غندير لها هي البابونج، صيبت لها البابونج. شفتوا اللوين عسلي زوين بالصباغه. وبغيت نجي من الحمام ونحيد لها لي بوينت، عرفتوا الشعر كيتحرق مع الشمس وداك الشيء. راه هي قالت لي نجي من الحمام ونقصي ليا، ونقزت ريحانه قالت لها حنا باغيين الشعر يطول انت ما غتقطعيه. وشوف الهضره ديال البعلوكه الصغيره تاع هي. المهم انا غادي نصاوب لها دابا، انا غنوريكم شنو غندير لها لشعرها. غنصيبو لها دابا نيت باش من نجيو فين نتغداو ونجمعو الدار وتلحق لها الشيت يكون طلق لها في شعرها، حيت كنت طلبت منه طلبوا مني بعض الاخوات قالوا بغينا نشوفوا الشعر كيفاش ولا من بعد. شتي الحنه راه كطيلو بيا زوين في الشعر ما كتخسروش. المهم انا غادي نخلط داك الشيء، تخلطوه نيت معايا نتوما تكونوا معايا ونديروا لها شعرها. هاو طليت لها الراس مزيان، جاها البرد. راه قلت لكم الحنه كدير البرد، تيتكرم عاد ديروا لها الزيف، واللي بغات دير حنينه لشعرها تجي مرحبا بها. ها الطويجين انا نصبتو دابا، درت خيزو واللوبيا وبطاطا. راه ضروري من البطاطا، راه ما يمكنش ليا ما نديرش بطاطا، حيت كيجوني بعض التعاليق على البطاطا. انا راه عندي الدراري، راه ما يمكنش ليا ندير غير شي حاجه بوحدها، راه ما غاتكالش غيبقاو بلا غدا، ضروري ما ندير بطاطا. كندير واحد نص كيلو كنقطعوها هكا رقيق وكندير فوق الخضره، راه غير حيت الطاجين صغير كيبان مدكوك. انا راه شريت واحد الطاجين اخر دابا نوريه ليكم. صافي غنسد عليه ونخليه حتى يطيب، ما غادي نزيد لا روا لا والو. زدت شويه، راه شحال مره درت معكم طويجنات، الروا اللي كندير في الاول هو اللي كيبقى. دابا غادي ندوز لشعر الريحانه. ها هو داك الخليط ديال الزنجلان وزريعة الكتان اللي كنا صايبنا مجموعين. بالنسبه اللي بغى يعرف الطريقه وداك الشيء يمشي للروتين الاول اللي درت ديال الحمام، هذا راه الثاني شفتوا. دابا غنجبد هذا الشيء ونشقق ليه به بحال هكا، ونشيلها بحال هكا. دابا راه شعرهم مسخ حيت هادي مشاو للحمام تقريبا شي 10 ايام. دابا كنديش ريحانه كل سيمانه توعر لها الحمام. الدراري الصغار كاع بصفه عامه كلهم وعليهم الحمام يمشيو لهم السيمانه السيمانه. دريتك ريحانه بغيتي شعرك طويل؟ قبل ما قلتي السلام عليكم لما غتقوليها حبيبتي انت هما حبيباتك يلا هزي راسك. صافي غنمشي هكا، المهم غادي نطلي لها هذا الشيء وغنزيدها واحد طليات الحنه. يا ريحانه هي ما بغاتش الحنه، قالت لي ديري لي غير هذا الشيء كغندير لها الحنه حيت ما فيهاش الخل ديال التفاح وفيها البابونج وفيها هذاك سميتو الواردو. هي راه شعرها خفيف ريحانه بزاف، غادي نقطع لها واحد شويه غير باش يعاود يخلف لها شويه. صافي انا غنمشي عليها هكا وغندير لها الحنه كما قلت لكم، وندير لها واحد الزويه في التين، نشوف لها الحنه ندير لها واحد الزويه في شعرها. صافي هادشي اللي غادي نديرو، ان شاء الله غنطلقوا باش نديرو واحد الخلطه اللي كنديها معايا للحمام، حتى هي زوينه الجفاف ديال البشره. تنطلقوا ان شاء الله. ريحانه دارت الحنه وما عجباش الحال. ريحانه ريحانه حنه زوينه ايوا اللي شعرك شاب وزوين. شوفي فيا، شوفي شوفي يديكي ولات انا، شوفي فيا. المهم كتبكي ما عجباش الحال ما بغاتش الحنه. صافي دابا بديت كنغسل دوك المنيعات تاع الفطور وداكشي اللي تجمع العجانه وداكشي، نحيدهم باش نصايب واحد شويه العصير ان شاء الله، واحد شويه شلاضه. وخا البرد ديرو شلاضه ما تخدوهاش في الثلاجه. الطويجين
ديالنا وجد. ها هو كيجي زوين وكيجي لذيذ. بالنسبه للربيع ديال الاخر عاد رميت شويه الربيع، قزبر ومعدنوس نيت، قطعتهم ورميتهم، شويه ريضه بالفلفله ومطيشه، وخبيزاتنا ها هما كيجيو زوينين، كيجيو بحال ديال الزنقانيت. خبيزاتنا كيجيو رطبين، ما نقولش لكم كيتيجيو فنين. وهادو هاد الصغار هاد راه شي شويه حمرتهم، هادو كنديرهم غير على ود هكا الفطور، كيديروا فيهم كيجيو بحال الكريسات. هادي حركتها انا وريتكم داكشي اللي كاين. هادو راه وجههم محمرين وزوينين. دابا غادي ندوز نتغدى. الدار دوزت عليه جفاف مع نقيه ما موسخاش، غير دوز دويزه خفيفه وارتاح واحد شويه، حيت كدرني ظهري بالوقفه ما شكيت عليكم، ارتاح واحد شويه ونطوي الحوايج. عندي الحوايج بزاف، دابا نوريكم واحد جبلت الحوايج حيت ما كنحملش نطوي الحوايج الصراحه، ولكن فيا غنمشي نطويهم ملي نساي ان شاء الله ونتلاقى معكم. دابا الخمسة وثلث غادي نكمل الروتين تاعنا، بعد ارتاحت واحد شويه وصلت للماعن كما قلت لكم مع واحد الجبل ديال الحوايج. ها هو شحال غادي نجلس دابا نطويه كامل، ولكن قبل ما نطوي غنمشي نصاوب واحد الكيكه ان شاء الله عاد نرجع ليه. بغيت غير نقول لكم بالنسبه دابا للبرد، فرشوا شي مانطه فوق الزربيه حيت كيوليو الزربيات كيتوسخوا وما كتنشف لنا على واحد السيمانه مع ما كتكونش الشمس. من الاحسن انا دايره هاد المانطه كنفرشها ليها كتبقى نقيه حتى للصيف. المهم هي غير واحد مثلا غير واحد الحيله كنديرها انا باش الزربيه تبقى ليا نقيه، غادي يكونوا الاخوات كيديروها. انا قلت غير البنات المبتدئات اللي كيخليو الزربيه كتوسخ وما كتبغيش تنشف ليهم. دابا غنمشيو ان شاء الله نوجدوا واحد الكيك اللي ساهل. ها هي الكيكه شتات وخليتها تا بردات، نوريكم كيف كتجي من الداخل. كتجي زوينه وكتجي هشيشه وكتجي فتيه من الداخل. دابا غادي ندوز لواحد الوصفه اللي غندي معايا ان شاء الله للحمام، واللي حتى نقرب نخرج ونغسل ونسالي ونديرها اللحم، نقابها واحد ربع ساعه ونتشلل منها وما ندير لا صابون لا والو، ما كتخليش داك التقشبير. دابا مع هذا الجو كيولي اللحم بحال القشبر، ملي كتحكي كيولي بحال كطير شي قشره منه. هاد الوصفه زوينه، هذا ماشي الليمون، هذا الزنبوع ولا الرانج، كيكون في الشجره تيكون في الزنقه. ماما انا خديت واحد الربعه، راه تيكون هو مار وراه مخير في غسيل الدجاج، زوين بزاف. هاد الوصفه كانت قالتها هي الاخت نعيمه من قناه، سميت قناتها ريحانه بيوتي انيفيرس، سميتها بيوتي انيفيرس. صراحه عندها وصفات زوينين واخا تكثروا منه راه ما كيدير والو، ما تيخسرش حتى بيوتي انيفيرس. صافي راه سمعوك بيوتي انيفيرس. غنعصر هاد الرانج ونعصرو كامل، حتى ديك الجلده اللي كتبقى حكوها هكا، راه مخير. اه هي قالت لكم ريحان حكو على يدكم وجهكم وجنينه، شفتو راه زوين 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 وجنينه. انا غنكمل العصير ديال هاد الرانج ورجع معاكم ان شاء الله. من بعد ما عصرت هذاك الزنبوع غندير الحنه، القياس اللي غادي ندير في بركه، حيت نديرو حتى الريحانه ما كتخرج الصباح في البرد ودا لحمها حالته. المهم حتى الدراري الصغار ديروا لهم، راه ما كيضر لا باللحم لا والو. انا درت هذاك حيت العظم وداك التخ ديال الزنبوع، هذاك كما كنقولوا حنا البابا ديال الزنبوع على الرانج حتى هي درتها. ها هي انا وزوين بزاف. دابا ملي غنمشي للحمام ان شاء الله غادي نزيد عليه ميه سخونه حتى نقرب نخرج كما قلت لكم ونديروا اللحمه، نبقى واحد ربع ساعه بيه ونغسل منه، ما نعاودش ندير فوق منه الصابون. كنت بغيت ندير معكم واحد زيت الخزامه وما بقاليش الوقت حيت خصني دابا نوجد لهم قهيوه ونشلل هاد الميعنات باش نجي ما نلقاش الماعن كيتسناو فيا كما كتعرفوا البرد. غادي نجي ان شاء الله، نتوما غتبقاو معايا نعمر كويس تاتاي، وعندي واحد المسيمينات معامرين بالبصله الخضاريه والزيتون راه فايت لي حطيتهم في القناه، هما اللي غنتعشاو بهم ان شاء الله.
ونجد واحد العويصير د لافوكا اللي بغاه يشربوه. استغلوا لافوكا من حده رخيصه وكلوها، ديروها عصير تانا راه كتجي زوينه بزاف وصحيه. ها هو صافي غادي نديرو في شلحنا شحال خضره وزوينه، غنغطيه وندي معايا ان شاء الله في طاسه الحمام. هذا هو هادشي اللي كندي معايا، داكشي درت للبنات وهذا، وكنت غنصايب زيت الخزامه. المهم انا غنقول لكم زيت الخزامه بعجاله اللي بغاتو ديروا راه مخير، كيخلي واحد الشعر واحد الريحه في الشعر زوينه. اللي ما بغاش الزيت بداك الزيت ديال الزنجلان الزنجلان وزريعه كتان، يزيت بهذا. كتشدوا الزيت كديروه في باماغي، تحيد منه ديك الملحه وتشدوا الخزامه تخليوها هكاك، الخزامه البلديه كاع من الاحسن، وديروها في واحد القريعه وتكبوا على داك الزيت سخون وتخليوها واحد 7 ايام في شي بلايصه فيها الضليله بحال تحت البوطاجي ولا، تطلق ديك الريحه ديال تطلق فيها ديك الخزامه وكتولي الريحه كلها غير خزامه. وتقدروا تزيدوا معها شويه الورد كتولي واحد الريحه رائعه. ملي كنزيتو شعرنا كي راه والله الا حسن من دوك الزويات الاخرى اللي كنشريو من الزنقه، الا هاد الزويات الطبيعيه راها خيار وزوينه وكتخيط الزغبه زوينه. انا غادي نمشي نغسل المعينات ونمشي نطوي الحوايج ونجمع حوايج الحمام ونرجع معكم ان شاء الله. غسلت المواعين، خويت لافابو باش ملقاهمش مورايا ملي نجي. صوبت هنا واحد العواصر تاع لافوكا، غندير فيه واحد العضيه تاع لافوكا. الاخوات غادي يكونوا عارفين هذه المساله، ولكن كي اللي ما عرفهاش نقولها ليه. هذا العظم ديال لافوكا ملي كنديروه في العصير ديال لافوكا كيخليها ما تاكسدش وتبقى محافظه على هذا اللون الخضر ديالها حتى هي كتكحل. غادي نغطيها هذا حيت ما عندوش الغلاقه ديالو، وغنخليها هنا وغنخلي واحد الترموس الحليب القهوه، اللي بغى القهوه يشرب، اللي بغى كيكا وعصير يشرب. السلام عليكم البنات، انا جيت من الحمام، يبوس بيديكم. جيت من الحمام ولكن نسيت واحد الحاجه كنت باغا نديها معايا ونسيتها، وبقى فيا الحال حيت نسيتها، نسيت الغاسول وجيبه من الدار البيضاء زوين كانت قادا ليا ومشيت وجدته ايوا نسيتو. كانت كنشدو كنطيب شويه الماء، كنغلي شويه الخزامه وشويه الريحان وشويه ديال الورد، وكنسقي به هذاك الغسول وكيرطب، وكنديه كنديرو شعري. الصراحه كيخرج الشعر رطب وزوين، ولكن نسيتو ما عندي ما ندير، شادي من بالي كاع. صافي انا جيت من الحمام كما قلت لكم، درت اتاي، عمرت اتاي ها هويا، حطيت زويتينات وسخنت المسيمات اللي قلت لكم، راه غتلقاوهم اللي بغاهم غادي نخلي ليه الرابط اسفل الفيديو. وخبيت ساعه الغدا ها هو، وهذا هو الروتين ديال اليوم داز. كنتمنى يكون خفيف ظريف ويعجبكم. وبالنسبه للروتين ديال المراه العامله راه مازال خدامه عليه، حيت انا عمرني خدمت ما عارفاش الروتين ديال المراه العامله كيدير. المهم غنحاول نجتهد وندير شي حاجه مقربه ان شاء الله. وكما كما العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك ديالكم، وشوفوا الحناج دارت لي في الحمام صراحه انها زوينه. وخليت لكم الراحه وفي امان الله.